لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مي في الاخر وين الخالق وجيب زوان دو 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 علاش انا نتحمل المسؤوليه؟ ربي هو اللي خلقني هو اللي حاسبني ماشي كاين وحدين الاخر. مواجهت هكا بكل تلقائيه مش حابه ندخل في الموضوع لانه انا بالنسبه لي تبقى مساله شخصيه وعلاقه بيني وبين الخالق. ندخل في التفاصيل هذه تاع براتيكون با براتيكون. السلام عليكم. الممثلة الجزائرية إيمان نوال: أعترف أنني لا أصلي ولا أخاف من الله ولا يهمني رأي الناس. تتطرق الممثلة إيمان نوال في حوار خاص للتلفزيون الجزائري في هذا العدد إلى الكثير من القضايا الحاصلة في عالم الفن والتمثيل كما نعرج معها في هذه المساحة الزمنية على الكثير من خبايا هذا العام في الجزائر وما يحصل في محيطه بالإضافة إلى الحياة المهنية الخاصة بها وكذا الكثير من المناطق في علاقة الفنان بالجمهور وبزميله في هذا الميدان وبعض الخصوصيات في حوار صريح. وعند سؤالها ما هي اهتماماتك المهنية اليوم؟ قالت: ما أريد اليوم أنا كغيري من الفنانين هو الاستقرار في العمل من أجل البقاء دائما على تواصل مع الفن ومختلف مجالاته وكذا الجمهور المحب له. والمعلوم عند العام والخاص أن الفنان يتغذى من خلال وجوده وحضوره المستمر في ميدانه. وعند سؤالها تطرقت في حوارات سابقة إلى قضايا إقصاء الفنان، ما هي المعايير التي قد تجتمع لكي يقضي فنان في رأيك؟ قالت: هي ظاهرة موجودة منذ زمن بعيد وليست جديدة في هذا الميدان وتمس كل الجنسين من الفنانين سواء الرجال أم النساء في رأيي. مردها إلى أسباب كثيرة على غرار التكتلات الحاصلة في هذا المجال، ما يدفع مثلا من المخرج أو المنتج إلى التعامل مع شلة أو مجموعة معينة دون غيرها. بالإضافة إلى هذا فإن هناك الكثير من الفنانين الأنانيين الذين يريدون العمل وحدهم فقط دون فتح المجال للعمل مع فنانين آخرين، وتشعر بأنهم يخافون على أماكنهم. ويمكن أن نتفهم أن الفنان قد يكون أنانيا لكن لن يكون سببا في قطع أرزاق الفنانين مثله في الميدان، فهذا شيء لا مبرر له مهما كان السبب. وعند سؤالها هل لنجاح الممثل يجب أن يمر على المسرح؟ قالت: لا، ليس بالضرورة. صحيح المسرح شيء جميل وأتمنى أن أمر في تجربة للمسرح. وعند سؤالها أيضا ماذا قدم الحراك للثقافة؟ قالت: إلى حد الساعة لم يقدم ولا شيء للثقافة، الوزارة أصلا غائبة. وعند سؤالها تعتقدين أن هناك في هذا المجال من يسعى إلى التحطيم فنان من لا شيء؟ قالت: نعم، ليس معي فقط، وأرجع إلى الحديث عن التكتلات في هذا المجال، خاصة من يكون صريحا في تعاملاته في هذا المحيط سوف يتعرض للكثير من الطرق لتحطيمه. النجمة الجزائرية إيمان نوال: أحب اللهجة البغدادية وأعشق موسيقى إلهام المدفعي. قالت الممثلة وعارضة الأزياء الجزائرية الشابة إيمان نوال بأن المخرجة الجزائرية ياسمين شويخ فكرت في خلال كتابتها للشخصية التي أديتها في فيلم إلى آخر الزمان، قد استعارت من شخصيتي الحقيقية الكثير من الملامح النفسية والمظهرية، وهذا ليس غريبا عليها، هي التي درست علم النفس ودرست شخصيتها في التفاصيل ولم تترك أي شيء للصدفة. وأشارت إلى اشتغالها في الآونة الأخيرة
حتى لحظة التوقف بسبب جائحة كورونا فيروس. فيلم تاريخي أضافت إلى التخطيط للعودة إلى الشاشة الصغيرة ببعض الأعمال، وكشفت عن حبها الكبير للعمل الإذاعي، مؤكدة بأن الراديو مدرسة كبيرة لصقل الطاقات، لكن السينما تظل هدفي الأول والأساسي، كما أنني لا أفكر بالعودة إلى عرض الأزياء، وأعتبر ذلك المرحلة هي مراحل الشغف الشبابي. وأشارت نوال إلى الحب الكبير الذي تشعر به للهجة البغدادية، وتحدثت عن عشقها لموسيقى الفنان العراقي الكبير إلهام المدفعي، وقالت: كثيرا ما استعين بصديق عراقي ليفسر لي معاني بعض المفردات البغدادية. يذكر أن فيلم إلى آخر الزمان من إخراج ياسمين شويخ، والذي أدت إيمان بطولته إلى جانب محمد بن بكرتي وجميل عراس وجيلاني بجمعة، كان مرشح الجزائر لأوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في عام 2019. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.